أعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب قبول الطلبات لبرنامج الاختصاص العالي في التركيبات السنية، البرنامج الأول على مستوى الوطن الذي يؤهل الطبيب للتقدم لامتحان المجلس الطبي الفلسطيني للحصول على شهادة الاختصاص البورد في التركيبات السنية، خبرة أكاديمية متميزة على مستوى الوطن لتقديم أحدث العلوم النظرية والإكلينيكية للأطباء المقيمين في البرنامج، تدريب مكثف على حالات متقدمة في التركيبات السنية، القشور الخزفية، زراعة الأسنان وطب الأسنان التجميلي، استخدام أحدث الأجهزة في طب الأسنان الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في التركيبة السنية التجميلية وزراعة الأسنان، والتي تم توفيرها خصيصاً لخدمة البرنامج. كادر إداري مساند بخبرات مميزة لتغطية الجوانب المخبرية والإدارية للبرنامج. مكان التدريس حرم الجامعة العربية الأمريكية جنين. لمزيد من المعلومات الاتصال على رقم 0424188888 والرقم الداخلي 1500.